خليني اروح لاحد النجوم الاهلاويه جدا جدا جدا، النجم بيومي فؤاد. ازيك يا نجم؟ مساء الفل يا حبيبي. مساء الجمال والعسل. انا امبارح يعني بص شايف لك شويه تصريحات امبارح، اول ما شفتها اتفائلت. اولا دخلت الاسلام، اسمح لي اعزيك يا حبيبي، ما كنتش في مصر حبيبي والله. ربنا يخليك يا البقاء استاذ لله يا حبيبي، وان شاء الله اخر الاحزان. اللقاء قدام لله وحده، ربنا ربنا يخليك يرحمه يا حبيبي، ربنا يبارك لك يا حبيبي. ربنا يخليك يا استاذ بيوم. يعني طبعا يا نجم امبارح اتفرجت الماتش ازاي الاول؟ اولا طبعا تحيات الكابتن ماهر همام والكابتن شريف عبد المنعم لحضرتك يا استاذ بيوم. يا سلام يا سلام، او الاثنين كباتن الكبار اللي حضرتك مستضيفهم دولت، من بدايه الاثنين الكباتن الكبار دول لغايه ما احنا دلوقتي وبكلم حضرتك، هو ده الاهلي دايما بيفرحنا. 82 البداية كانت في 82. دايما الاهلي مفرحنا، كابتن شريف عبد المنعم والكابتن ماهر همام احسن باك في مصر، كابتن شريف احسن وينج شفته في حياتي، يعلم ربنا، اقسم بالله مش بجاملهم عشان حضرتك مستضيفهم. عشان كده احنا بنحبك. حبيبي يا غالي والله العظيم، حبيبي. ثلاثة بالله العظيم، من حبيبي. هنا من بدايات بيبو وكابتن شريف وكابتن ماهر ومصطفى عبده وكل الوصفات الله يرحمه وكل ده، من هنا الاهلي بدأ فعلا دايما بيفرحنا. تمام، مش على مستوى افريقيا بس، على مستوى البطوله العربيه، على مستوى الدوري، على مستوى الكاس، على مستوى، من هنا فعلا يعلم ربنا يعني. اتفضل يا فندم. استاذ بيومي شفت الماتش ازاي امبارح؟ يعني انت كنت قاعد بتتفرج على الماتش فين؟ اشرح لي امبارح بالنسبه لك اليوم كان عامل ازاي؟ انا في دبي. اوكي تمام تمام والماتش الاولاني كنت في السعوديه، وجيت من السعوديه على دبي، قاعد قلقان يعلم ربنا، قاعد قلقان. النتيجه كانت مخوفاني، كنت قلقان قبل الماتش يعني؟ كنت قلقان قبل الماتش جدا جدا جدا، خصوصا بعد النتيجه، بعد ما دخل فينا جون هناك 2-1، فكنت قلقان. وهو ده اللي قلته للكابتن رضا عبد العال والكابتن مهيب عبد الهادي لما كلمتهم في التليفون. تخيل مين اللي طمني؟ مين؟ الكابتن حسن شحاته بتصريحه لما قال الاهلي لو كسبان 1-0 هياخد البطوله. طبعا كابتن حسن شحاته ده نجم كبير. راجل بيفهم. ايوه راجل خبرات، قال الاهلي لو كسبان 1-0 الاهلي الاقرب. قبل المباراه بتاعت مصر قال الاهلي مش محتاج 2-0 و3-0، الاهلي لو كسب 1-0 هياخد البطوله. فكان مطمني بكده. الثقه اللي كانت عند لعيبه الاهلي وهم مغلوبين 1، ما كانش فيه توتر ولا قلق ولا بيجروا على الكوره ولا بيصرخوا ولا بيتخانقوا مع الحكم ولا، الثقه اديتني شويه اطمئنان، ان هو وكانهم متفقين ان في اخر ثلث ساعه او ربع ساعه هنجيب الجول. وكانهم متفقين وكان الخطه بتاعتنا هيخش فينا جون يا رجاله في الشوط الاولاني، فهيتعادلوا 2-2 خلاص زي ما بيتقال يعني. ما تقلقوش احنا في اخر ربع ساعه، اقسم بالله بدوني احساس بكده.